السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر بإدارة الأستاذ خالد منصور ومحمد عبد القادر وربيع المالكي. إحنا هنا في منطقة اسمها منطقة الخضطبة، بنصوره في 93 فدان، حاجة بسم الله إن شاء الله فوق الممتاز. 93 فدان مزرعين عنب، برتقال صيفي، وسفندي مركت، ومانجا، كلهم بسم الله ما شاء الله مزروعين. مزرعة مثمرة، مزرعة ملك نهائي، معلش حاجة للدولة، فيها دارين مية، فيها محول كهرباء، كله خاص ب 93 فدان متقسمة. طبعا مانجا هي على يمنا دي، برتقال صيفي، سفندي مركت، وعنب كريمسون، شجرة المانجا نوع صناف، شجر عمرها كبير. 93 فدان في منطقة الخطبة، يقرب من الأسفلت 2 كيلو. مزرعة مرتاحة، مزرعة هادية، سعرها مرتاح. فكر حضراتكم ملك نهائي، معلش حاجة للدولة. انزل بالمانجا، أرض مثمرة، 93 فدان، طبعا محصول المانجا احنا في شهر 8، حلو. آخر نوع هو بيجمعوا منه هي الكيت، ده العنب كريمسون، فيها فلة على درين. انا بسم الله ما شاء الله، طالبين من حضراتكم اشتراك في القناة، طلب صغير، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. عندك هنا مزرعة بسم الله ما شاء الله 93 فدان، طبعا العنب بيشبعوا منه، عنب كريمسون، مزرعة هادية، سعرها هادي، بسم الله ما شاء الله مثمرة. طول السنة معاك مانجا، معاك عنب، معاك برتقال صيفي، معاك سفندي، شغالة طول السنة. والثلاثة 93 فدان كلهم مزروعين بسم الله ما شاء الله، مزرعة مثمرة مش محتاجة أي مصاريف. دي المشات بتاعتهم، كهرباء في وسط الأرض، ده السفندي، زراعة بسم الله ما شاء الله. شوف لو نحاتكم، احنا في شهر 8، ده محصول السفندي،
بسم الله ما شاء الله، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يبارك لصاحب المزرعة، يبارك المشتري. ده المحصول السفندي المركض، شجرة بسم الله ما شاء الله معدية 100 كيلو. ننزل جوه شوية. كلها بسم الله ما شاء الله زي بعضيها، ما بنجيش في الشجرة، احنا ماشيين واخدين اول باول اهو. هاتكم المانجا، ده شجر ليمون إيطالي. ده الليمون الإيطالي لسه مالش اللون. ده العنب ما شاء الله. مزرعة فوق المنتاز، مزرعة مش محتاجة أي مصاريف. فيها فل على درين زي ما حضراتكم شايفين، طب بس ما عرفناش ندخله من جوه. قريبة من الاسفلت 2 كيلو مدج ترابي او طريق ترابي، ملك نهائي، معلش حاجة للدولة. سعرها ممتاز جدا، ارض مثمرة وشغالة طول السنة، عنب ومانجا وبرتقال وليمون سفندي. بسم الله ما شاء الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا يبارك لصاحبه.
بفكر احافظكم المزرعة ديت في الخطبة. اتنين كيلو من الاسفلت ملك نهائي، فيها درين مية، محاول كهرباء خاص، فيها فيلا ودرين. مزرعة كبيرة، ده أول المزرعة. الجار زرع موز، أنا مية بس ما شاء الله مية حلوة. ده السفندي، فيها نوعين، سفندي بلدي وموركوت. ده العنب على شمالي، تقريبا متقسمة عشرات. تربة جيدة، تربة حمراء. انا حضراتكم بتكلموا في سعر 650 ألف الفدان، ان شاء الله قابل التفاوض. السلام عليكم.